سبق اللقاء أي الفقرة المقترحة على ما سمعكم اللحظة، ونستقبل من خلالها لطيفة من الرشيدية. سيدة لطيفة صباح الخير. صباح الخير لاباس عليك. شخبارك؟ شخبار صحيحة على خير؟ لاباس الحمد لله. كي دايرة الرشيدية؟ كاين شي شوية الصهد؟ كان دابا غير رحلة لنا. ياك، إيوا المغرب كامل في هذا الشرقي هذا، الحمد لله على كل حال. أمين يا ربي. لالا لطيفة، اليوم نحضروا معك شباكية. أيه هادي الله يطول عمرك، هادي بطريقة خاصة ديالك أو لا تعلمتيها من عند الوالدة؟ لا، كان خدي الشباكية أصلا أنا. ياك، وغتعطينا السر ديالك؟ أنا أعطيكم السر ديالي. بارك الله فيك. تفضل لالا لطيفة، شنو غنحتاجو من مقادير؟ عندي كيلو طحين ممتاز، وكاس ديال اللوز مسلوق مقشر ومطحون. واخا نمشيو غير بشوية عافاك باش يسجلوا معنا المستمعين. واخا عندنا كاس ديال اللوز مسلوق مقشر ومطحون. مطحون مزيان، غي يعطينا بحال العقدة. بحال هكاك. مطحون مزيان. نعم. عندي كاس ديال الزبدة ديال العبار كندوبوها وكنسقيوها مزيان. كاس الزبدة مدوب. ندوبها مسقية، كندير كاس زيت ديال العود ديال العلبة. كاس ما زهر، نص كاس صغير ديال الخل، شوية الملحة، شوية المسكة الحرة مدقوقة مع شوية السكر. نعم. ما كنكتروهاش بزاف، إلا كترناها كتقصح لنا العجينة. أييه. ومعلقة كبيرة قرفة، ومعلقة نافل، ومعلقة حبة ديال الحلاوة، وخميرة حمراء، وشوية الخميرة ديال الخبز ندوبها بشوية ديال الماء. وعندي الزعفران وقطع واحد قطيرات ديال روح الزهر. زعفران حر وقطيرات ديال روح الزهر. ايه، قطيرات ديال روح الزهر. وعندي ربعة كبيرة ديال الجنجلان، ما كنحمروش بزاف. ربعة كبيرة يعني 250 غرام. 250 غرام ديال الجنجلان، ما كنحمروش بزاف حقاش كيعطي المرورية الا حمرناه وكيتحرق لنا في القلي. عندي جوج صفار ديال البيض، ما كنديروش البياض حقاش كيدير لنا الكشكوشة في القلي. القلي. والصفارين ما بغيناش نديرو المهم عندنا اختياري. شنو هو؟ صفار ديال البيض. جوج صفار ديال البيض. اختياري، لا بغينا نديروهم نديروهم، ما بغيناش ما نديروهمش. عندي كاس سميدة رقيقة. وعندي الماء باش كنجمعو. صافي، هادو هما المقادير. تفضلي الطريقة. نعم الطريقة. كنجمعو لنا واشيف، كنديرو الطحين والجنجلان مطحون والنافع وحبة حلاوة، وكنديرو صفار البيض والزبدة وزيت العود، وما زهر، وكنجمعو بالماء باش نقداو على المفعول ديال الخميرة. كنديرو ما كنديروش ماء دافي، كنديرو ماء عادي. حيت من الروبيني. نعم، من الروبيني. ايه، من الروبيني عادي. لا بعدا كنجمعو لنا واشف وكنفتلوه مزيان، وكندوزوهم في الغربال اللي العين ديالو واسعة. حتى اللوز معاهم اللي مطحون. حتى اللوز معاهم. اذا عندنا النواشف، عندنا الطحين، عندنا اللوز، عندنا المسكه حتى هي، القرفه، النافع، حبه حلاوه، الخميره، الزعفران غادي نديرو في ميها ولا غادي نديرو هكذاك؟ لا غير هكاك. الزعفران حر، الزنجلان، والسميده. والسميده كنفتلوهم مزيان وكندوزوهم في غربال اللي عينو واسعه. عاد كنجمعوهم بالماء وما زهر. كدوزي في غربال في بوسيار. بوسيار. كنجمعوهم بالماء وما زهر، وكتكون العجينه قاسحه. هذا هو السر ديال الهشاشه ديال الشباكيه، حيت كتكون العجينه قاسحه كتجي الشباكيه رطبه وكتدوب في الفم. نعم. اذا كنغربلوها في الاول، كنغربلو هاد النواشف هادو مزيان، وعاد كنجمعوهم بالماء الزهر. كنجمعوهم بالماء الزهر والماء. والعجينه كنديروها قاسحه. نعم، هنا مازال ما ضفناش الزيتون، زيت الزيتون والخل. لا داكشي، لا صافي كنصاوبو كلش، كنفتلوها عاد صافي. اي ولكن العجينه قاسحه. كتكون العجينه قاسحه مزيان، داكشي باش كيعطي السر ديال الهشاشه ديال الشباكيه. وكندير واحد الكويرات صغيره وكنديرهم في بلاستيكه. وكنهزوها ونهزو كل كويره وكندهنوها وكندلكوها بين جوج بلاستيكات، ما كنديروش الطحين. نعم، ومن قبل سمحي لي واش كتحتاج للعريك هاد الشباكيه ديالك؟ كندلكوها شويه. خصها تدلك. اذا من بعد كديرها بين جوج بلاستيكات وكدير الطحين ما كنستعملوش ابدا. ملي كتبغي تلقيها ما كتستعمليش الطحين.
لا غير بين جوج بلاستيكات صافي بالمدلك في الماكينه ديال الشباكيه اها وكنقطعها لمربعات متساويه وكنشرطوها بالجراره نعم وكنلوها كل وحده اي طبعا الشباكيه راه ما محتاجينش تبارك الله نوريو المغربيات وحتى داك الطابع راه ولا كيخرجنا شباكيه عبار واحد جوج بلاستيكات كنديروهم للعجينه باش ما كتلصقناش في الماكينه شحال العبار ديال الماكينه شحال كديري فاش من رقم كديريها عندي عاديه باش كنخدم ما فيهاش الارقام العجينه تكون ما بين وبين مرقيقه مغليضه نعملنا فيها الخميره اذا نعاود معاك المقادير عندنا كيلو ديال الطحين الممتاز كاس ديال اللوز مسلوق ومنقي ومطحون كاس ديال الزبده مذوب زبده العبار المزيانه كاس واحد ايضا ديال الزيت بلديه كاس ديال الماء الزهر نص كاس ديال الخل شويه ديال الملحه شويه ايضا ديال المسكه الحره مدقوقه مع السكر سنيده معلقه كبيره ديال القرفه معلقه ايضا كبيره ديال النافع معلقه كبيره ديال حبه حلاوه مطحونه طبعا صاشي وحده ديال الخميره ديال الحلوه بالاضافه لشويه ديال الخميره معجونه جات معلقه صغيره هكذاك غير شويه حيت الصيف هذه مع الحراره غير شويه اها عندنا الزعفران الحر واحد القطرات ديال الروح ديال الزهر راه كيتباع عند مالي الحلوة عندنا ايضا ربعة ديال الزنجلان يكون محمر غير شوية باش ما يتحرقش عندنا جوج ديال اصفار البيض هذا اختياري كاس واحد ديال السميدة الرقيقة بالاضافة للماء اللي غنجمعو به ونجمعو به كل هاد العناصر ولكن يكون الماء ديال الروبيني ما يكون لا طيب لا حاجة كنبداو في الاول بكل المواد الصلبه اللي ناشفه كنجمعوها مع بعضها وندوزوها في الغربه البوسيار اللي عنده العيون كبار عاد من بعد كنضيفوا عليهم كل الاشياء السائله والسر في هذه الشباكيه ديال لطيفه من الرشيدية انها خاصها تكون قاصحه ياك لا لطيفه هذا هو السر ديال الشباكيه اصلا تكون قاصحه الا كانت مرفوفه كتجي قاصحه في المدى نعم عندك شي سر اخر في القلي باش تبقى لنا انا جايك تفضلي حيت كنلوها كنديروها في لاطا حيت كنبغيو نقليوها كنهزو كوكو تكون ثقيله من الاحسن نعم وكنسخن الزيت مزيان حيت كنبغيو نقليو الشباكيه كنقصو البوطه باش ما تجيش خضره من الداخل وكنقليوها في الزيت حيت كنقليوها كنديروها في العسل ومن الاحسن العسل تكون ثقيله وكنديرو معاه شويه د المسكه الحره مدقوقه مع العسل وشويه د مزهر باش تعطي اللمعان نعم والعسيله تكون مزيانه العسل تكون مزيانه وتكون ثقيله هذا هو السر ديالها نعم ما تكونش العسل خفيفه وكنديرو معاه شويه د المسكه الحره وشويه د مزهر اييه وكنخليوها تقطر من العسل حيت كتقطر من العسل كنديروها في واحد الصحن وما كنديروهاش في السطل مباشره حقاش كتهبط العسل كنخليوها حتى لغد الليل عاد كنردوها للسطول وكنرشيها حتى تقطر حتى تقطر مزيان حتى تقطر مزيان في الكسكس وكنديرو الشباكيه في واحد الصحن اها حيت كنديروها في الصحن كنخليوها حتى لغد اللي عاد كنرجعوها للسطول اها باش هذيك اللي كانت من القاع ديال التبصيل تولي هي الفوقانيه وعاود العسل كتعاود تهبط لا دابا حيت تنعسلو الشباكيه وكنديروها مباشره في السطول غير كتهبط لها العسل اي ما خصناش نديروها في السطول حتى النهار الاخر وهنا راه رشيتيها باش تبقى قابطه ورشيتيها بالزنجلان طبعا هذا هو السر ديالها نعم كاين اللي ما كيبغيش يصوب الشباكيه ديال رمضان كامل لانه كتبرد انا هذه كنصوبها كتبقى قابطه بالعسل اكثر من شهر تبارك الله عليك يا لطيفه الله يبارك فيك وشهر مبارك ان شاء الله وسلمينا على الناس ديال الرشيدية وشكرا على الوصفة وعلى السر ديالك اللي عطيتينا مازلنا معكم